موضوع حلقتنا اليوم هو تأثير المصالحة بين فتح وحماس على المجريات الفلسطينية وعلى العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. معنا اليوم بالحلقة رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين في البلاد الشاعر سامي مهنا، ومعنا الأستاذ قيس مزريب. أهلا وسهلا فيكم. ضد أو ما؟ محورنا الأول لليوم، المصالحة بين فتح وحماس ستدخل ضوابط جديدة على السلطة ولن تحلها. ضد أو ما؟ أستاذ سامي. لا شك أن المصالحة بين التيارين الرئيسيين في الفصائل الفلسطينية ستحد من حدة التقطب إلى حد كبير وحد. أنها من مصلحة الشعب الفلسطيني، أنا مع المصالحة. لا يمكن لشعب تحت احتلال أن يكون متقطبا متصارعا ويستطيع بالوقت ذاته أن يجابه ويواجه الاحتلال. المصالحة سوف تعطي مصداقية وشرعية للسلطة بحال نشوء الوحدة التي من مصلحتها أن تدعم وترسخ وتكرس لقوة السلطة في الشارع الفلسطيني. أستاذ قيس. طبعا أنا مش ضد المصالحة، أنا مع المصالحة، بس بالنسبة لهذه الفكرة حماس وفتح أنا ضد، إنه هذا الشيء ما بيخدم أي مصلحة، ما بيخدمش عمليا مصلحة الشارع الفلسطيني وبيخدمش الشعب الفلسطيني في كل. هي مصالحة استخدمت كمسرحية كتمثيلية وبرمجت وبثت على مسرح شرق أوسطي، فبنظري هذا إشي ما بخدم الشارع الفلسطيني وبخدمش الشعب الفلسطيني وبخدمش الشباب الفلسطينيين. كيف يمكن أن يمسرح فصائل فيها بات تناقضات في الإيديولوجية وفي وجهات النظر وكان بيناتهم صراع دموي، كيف يمكن أن تمسرح هذه الفصائل مصالحة؟ طبعا من بعد فشل رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس بمهام منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، حب أنه يجيب لدعم الجانب الحمساوي له لفتح، فهذا شيء طبعا مبرمج ومعروف وفيش له أساس وبخدمش المصلحة العامة وبخدمش الشارع الفلسطيني، فأنا ضد بسبب هذه الأشياء. لا شك أنه يعني أنه إسرائيل لم تعطي محمود عباس، احنا بنحكيش على إسرائيل، نحكي على حماس وعلى فتح. اسمح لي أكمل جملتي. إسرائيل لم تعطي لمحمود عباس رغم كل تنازلات أبو مازن، لم تعطيه الفرصة أن يسعى ولو بخطوة جادة واحدة نحو السلام الذي وعد به الشعب الفلسطيني. لذلك عليه أن كان على محمود عباس أن يأخذ الدعم للجانب الآخر، وهو جانب قوي في الشارع الفلسطيني، وهذه الوحدة يمكن أن تواجه الاحتلال بشكل أفضل. وبزيد على اللي بتحكي أنه بالمجتمع الفلسطيني أو بالشارع الفلسطيني كان في نداء كبير للوحدة الوطنية. لا شك طبعا، فليش مش بس انه عباس وحماس، وحدة في الشعب وطنية الفلسطيني، مطلب شعبي فلسطيني، وحدة وطنية شيء محبذ جدا. انا مش ضد، بس عمليا الفكرة والمصالحة اللي عم بتتم بين فتح وحماس هي شيء مبرمج. يعني فأنا ضد المبرمجة، لأنه هالبرنامج هذا عمليا مش راح يشتغل منيح وبيعطيش أجوبة للشارع الفلسطيني. أنت تقول أنا مع المصالحة وضد المصالحة بين فتح وحماس، تريد مصالحة من مع من؟ يعني لما بيكون الشيء، هذه الفصائل لما بيكون الشيء، هل تريد يعني على أساس قوي وإيديولوجي؟ فهذا أنا مع. على أي أساس؟ أما لما بيكونش على أساس ويكون إشي مبرمج، وهي خطة مبرمجة. كيف أنت تقرر إنه هذا مبرمج؟ يعني أنا بحكي مبرمج. كيف قررت إنه مش على أساس إيديولوجي؟ أي دليل إنه هذا ممسرح ومبرمج ومخطط؟ لا شك يعني المصالحة يجب أن تأتي بعد أجندة وبعد برنامج وبعد استبعاد يعني، لكن ليست طبعا مسرحة كما تدعي. ولكن سؤالك مهم، يعني كيف قررت انه هاي على طبعا من بعد ايديولوجي معين، من بعد عدد سنين محمود عباس يترأس السلطة الفلسطينية ولم يعطي اي جواب للشارع الفلسطيني. احنا نعرف شو عم بيصير هناك. لماذا لم يعطي اي جواب؟
اساله هو اساله لا اسال اسرائيل اسال ليش اسرائيل يعني اسرائيل فيش الى اي تدخل هو ليش يعني محمود عباس ليش موضوع اسرائيل الفلسطينيه فيش يعني موضوع يعني ماذا تتوقع يعني كما تتوقع لحظه شوي السلطه الفلسطينيه تحت احتلال هي السلطه بذاتها والا صلاحيات واعترف فيها مزبوط يا رجل كيف السلطه الفلسطينيه تفاوض اسرائيل مفاوضات هل اللي هم في دوله هاي جهتين معترف فيهم هل ال 67 ارض محتله 67 هي دولة فلسطينية والسلطة مستقلة وتمثلها حكومة مستقلة ورئيس مستقل أما أنها لا تزال ترزخ تحت احتلال يحد الشعب الفلسطيني بالهواء وفي الماء وتحت الأرض وحواجز لا يستطيع أن يعبر إنسان من رام الله إلى بلدة مجاورة لزيارة أقارب يعني أين كيف تدعي أنه كأنها هي دولة مستقلة هذا نظري شيء خاطئ جدا اللي بتحكيه وأسف جدا أن بسمعه في هذا البرنامج بنظري أنه حماس حماس نعم حماس هي مش راح تعطي الدعم اللي أنت بتحكي عنه أبو مازن من بعد ما فشل كرئيس سلطة فلسطينية بده هذا الدعم مزبوط عشان بيكمل مشواره الخاطئ وبيضحك على الشعب الفلسطيني أبو مازن هو رجل أعمال فقط لا غير عم بيربح على حساب الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني اللي أنت بتحكي عنه ولكن انت عم تحكي يعني وكانه اسرائيل هي فيش تاثير بالمره لاسرائيل ونقطه سامي جدا مهمه انه فلسطين اليوم انا بعطيك نموذج صغير جدا في الحرب ال 2008 ابو مازن اعطى الاوكي لاسرائيل تضرب حماس فانو مصالحه بتحكي عنها انت يعني تمت المصالحه يعني لا شك انه كان في الماضي لا جاوبني على سؤال أنا مصالحة بتحكي عنها أنت لما أبو مازن أنا أسألك سؤال آخر أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل في سنة 2008 بس اللي أنت عم تحكي معناته في المصالحة بين في تدخل إسرائيل بالوضع بين فتح حماس أنت تسأل تدخل إسرائيل في لا تدخل عمليا بالنسبة للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مع أبو مازن مش مع حماس المصالحة تتم بين طرفين متنازعين إسرائيل ولا مرة كانت بين الطرفين بين حماس وبين السلطه الفلسطينيه يا بريئه من هذا اوكي انت مثال انه في اسرائيل تدخلت بين حماس وفتح لا عمليا حكيت بالنسبه للحرب اللي كان بال 2008 ابو مازن اعطى الضوء الاخضر لاسرائيل في هجوم حماس ولكن تعرف ليه قرروا بالمصالحه لا يمكن ان يكون شعب تحت احتلال ويواجه الاحتلال ويقارن الاحتلال ويفاوض الاحتلال عندما يكون متنازعا متشرذما كل فصيل يعني يغني على ليلاه هذا يفاوض وهذا يرفض المفاوضات هذا يقاوم هذا يرفض المقاومة بين مزدوجين يعني أتحدث كأمثلة هل الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية هي مطلب فلسطيني لكي يستطيع الشعب الفلسطيني أن يتطور إذا قدم في عملية السلام أولا لكي يستطيع أن يواجه الاحتلال وتقدم عملية السلام لا يستطيع أن يكون دون مواجهة الاحتلال لأنه يعني المفاوضات العبثية لم تؤدي في الماضي لأي نتيجة إذا في حيل إنه سامي بيقول إن المصالحة بين فتح وحماس هي يجب أن تتم لأنه الشعب الفلسطيني يريد هاي المصالحة وهيك بتقويها ضد الاحتلال أستاذ قيس بيقول إنه هاي المصالحة هي مش أكتر من إنها مسرحية بهيك انتهى المحور ننتقل للمحور التالي محورنا الثاني اليوم في حال إجراء انتخابات انتهى بما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية ضد أو ما قيس شو بتقول طبعا أنا ضد إذا كانت حماس تحكم الضفة الغربية وإحنا نعرف حركة حماس هي حركة تعمل دائما ضد فتح وضد إسرائيل بأن الواحد فهذا شيء بنظري خاطئ جدا وبعرف تمام المعرفة أن الشعب الفلسطيني مش رايح إلى حماس أيدي عشان تحكمه خاصة حماس سامي أولا أنا ضد أن تكون انتخابات ولا يزال الشعب الفلسطيني تحت احتلال ضد الديمقراطية لا أنا مع الديمقراطية لكن الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة أولا يجب أن يكون سيادة فلسطينية تامة على كل الأراضي والمستقبل الفلسطيني الشعب الفلسطيني وكل ما يعني لا يعني ليست سيادة مجزوءة مجزأة مبتورة مقيدة عندما تكون سيادة مطلقة يستطيع الشعب أن ينتخب بشكل ديمقراطي صحيح يعني كيف شو المشكلة أنه حاليا ينتخبه في الشيء يعني كيف ممكن في السيادة كيف ممكن الشارع الإنسان المواطن أن يقرر لمن يدلي بصوته إذا كان يعني لا يزال السلطة هي السلطة محدودة يعني لأي سلطة يريد أن يصوت لأي سلطة سلطة مبتورة مخصوصة للأجنحة أم لحركة تنادي في مقاومة وإلا تستطيع أن تقاوم بشكل فعلي يعني عندما تكون دولة هذا نتوخى وكذا يجب أن تكون ديمقراطية
حينها يمكن للشعب أن ينتخب في عندما يكون الشعب تحت احتلال لا يمكن أن تكون لا ديمقراطية ولا انتخابات. يعني صحيحة. تقول يجب أن تقوم دولة فلسطينية وبعدين نعم. وبعدين يكون في انتخابات. وهذا الشيء الخاطئ إنه أنت بتتهم دائما تدخل إسرائيل. إسرائيل لم تدخل بين الفصائل الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية مش بس حماس وفتح، في عندك عدة فصائل موجودة بالشارع الفلسطيني، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. فهذا الشيء هو بأكد على إنه مش راح يتم الهدوء من بعد الانتخابات الديمقراطية اللي أنت بتحكي عنها. الاستقلال الدولة يجب أن تقوم دولة فلسطينية. أنا لا يعني أعتقد. بس شو يعني المشكلة اليوم فعلا اللي بيصير اليوم لحظة شوي انتخابات تحت يعني تحت احتلال يعني المشكلة هيك أولا بالوقت الحالي يعني أي حركة أي فصيل كان سواء فتح أو حماس أو جبهة شعبية أو جهاد إسلامي أو إلى آخره ليس لا يوجد عنده أجندة كسيد على دولة يعني إذا اليوم بيجي حزب الليكود أو حزب العمل أو حزب آخر يعرض وحاكم وحاكم فعلي الحاكم الفعلي يستطيع أن يعني يتوجه إلى جمهوره بأجندة باستراتيجية لكن عندما يتوجه أبو مازن أو غير أبو مازن بهذه ومحدد ومقيد لا يستطيع أن يتوجه بأي أجندة لأنه لا يستطيع أن يحقق يعني السؤال هو هل فعلا رح يؤدي لنهاية بما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية يعني أول شيء إذا كانت أي انتخابات في هذه الظروف هذه انتخابات فوضوية ليس انتخابات صحيحة ستؤدي إلى فوضى ربما الفوضى ستقضي فعلا على ما يعني الإنجازات التي كانت حتى الآن وهي السلطة الفلسطينية في حين سامي عم بيقول إنه في حال إجراء انتخابات ممكن أن تنتهي السلطة الوطنية خصوصا تحت احتلال ويجب أن تقوم في بداية الدولة الفلسطينية ومن ثم الانتخابات قيس عم بيقول إنه فعلا إذا ازدادت قوة حماس كنتيجة للانتخابات رح ينتهي ما يسمى بالسلطة الوطنية الفلسطينية بهيك انتهى المحور ننتقل للمحور التالي محورنا الثالث لليوم الإسرائيلي الحق في التخوف من فوز حماس في الانتخابات في الضفة الغربية ضد أو مع سامي شو أولا يعني أولا أنا لا أعتقد أن بعكس ما تصرح به إسرائيل هي معنية بحماس لأنه العدو الذي يسهل أن تسوقه أمام العالم كإرهابي ولذلك يا إسرائيل لا تخاف من حماس أو غير حماس لعدم التكافؤ بينه وبين حماس وغير حماس وهي تخشى المنافس الذي لا يعطي لا تخشى التيار الذي لا يعطي مبررا لا يبقي مبررا للاحتلال حماس إذا نجحت حماس وإذا كانت حماس هي بالسلطة ستكون سعيدة بعكس تصريحاتها لأنه تصريحات هي من مصلحة تكريس هذا الشأن ولذلك إسرائيل أعتقد تسعى حتى لفوز حماس بالضفة طبعا زي ما أنا بسمع من أخ سامي هاي استراتيجية جديدة ازدياد قوة حماس في هل إسرائيل الحق في التخوف من فوز حماس في الضفة الغربية طبعا ازدياد قوة حماس في الضفة الغربية سيشكل خطرا على قيام الدولة الفلسطينية هذا أول شيء ثاني شيء لأنه لا يوجد رابط بين دولة إسرائيل وحماس حماس دائما هي حركة عملت ضد فتح وضد إسرائيل فكيف بدك تجمع اثنين مع بعض حماس مع إسرائيل المفاوضات من أجل هذا ما تريد إسرائيل هذا ما إسرائيل لا تريد أن تقوم دولة فلسطينية إسرائيل أسهل عليها إسرائيل حماس إسرائيل العدو بين إسرائيل مزدوجين إسرائيل تريد السلام مع كل واحد فهذه مشكلتك أنت شخصيا فأنا حلك إياها في هذا الكتيب الآن بعطيك إياه هذا الارتباط وهذا يعالج قضية فلسطين جذورها والحل الشامل والله فأنا بعطيك إياه أفهم الصورة للمحلل يعني للمحلل والكاتب تسبيم سيناي أنا بعرف من تسبيم سيناي طبعا الكتاب معروف إلي لكن أريد أن أقول إنه كان عرفات ما كانش حماس وبلش الحديث في الأروقة الإسرائيلية عن تصفية عرفات جسديا لأنه يشكل عقبة عن السلام وهكذا انتهى عرفات جاء أبو مازن وأبو مازن لم يعني تنازل إلى درجة إلى الحضيض بالتنازلات ولم يستطع أن يحقق السلام لن تقوم دولة فلسطينية لو أنه كان في رئيس السلطة الفلسطينية أيوب القرى إسرائيل لو أنها غير معنية بنظام جديد في بينها وبين المفاوضات عملية بينها وبين السلطة الفلسطينية وبينها وبين أبو مازن هل إسرائيل تريد قيام دولة ضغط فلسطينية ضغط عالمي كان إسرائيل ما عملتش اتفاقية أوسلو بينها وبين الفتح أنا أتحدث عن حكومات إسرائيل متعاقبة بعد رابين ربما يعني ربما إلى حد ما كان رابين معني بالسلام يعني اتخذ استراتيجية معينة وهذا أدى إلى
إلى ما أدى إليه، يعني هذا كلفته حياته لرابين. وبعد رابين هنالك إسرائيل أسيرة إلى أسيرة لقوى اليمين للمستوطنين. أخي العزيز أنا هل تريد إسرائيل قيام دولة فلسطينية؟ تقدر تسأل رئيس الوزراء وتقدر تسأل أبو مازن. أنا في نظري هذا شيء خاطئ جدا، بصير دولتين على أرض واحدة. إذا أنت هن الشعبين من أصل واحد من بني إسرائيل، الشعب الإسرائيلي اليهودي والشعب الفلسطيني. هن من إبراهيم. لو بتقرأ هذا الكتيب فتأخذ الجواب عليه. يعني لازم نغير اسم الدولة. يعني ما نقولش الدولة اليهودية. يعني دولة لشعبين أنت تقترح. نعم دولة لشعبين. يعني لغي كلمة اليهودية. هذا دولة. أتفق. ما دولة واحدة دولة تحت علم إسرائيل لشعبين. إذا شو المشكلة تحت علم إسرائيل؟ دولة واحدة لشعبين. دولة واحدة لشعبين. يعني هناك طبعا يعني لو أنا عملت اليوم اسمح لي، يعني دولة واحدة لشعبين هي دولة تعترف بحق الشعبين بشكل كامل، يعني عودة اللاجئين يعني وتعويض اللاجئين. شو مع الدولة اليهودية؟ بنلغي كلمة يهودية من تعريف الدولة؟ راح يتم تعريفها إذا كانت لشعبين. دولة إسرائيل دولة طبعا هي دولة يهودية إسرائيلية. نحن نعيش أقليات دولة لشعبين عربية. واسمها دولة نحن يهودية عرب. إسرائيلية. نحن أقليات عربية نعيش تحت هذا النظام الديمقراطي اللي من خلال الديمقراطية هي عمليا تحمينا كلياتنا اللي احنا أقليات عربية. سألتك سؤال، يعني دولة يهودية، دولة يهودية، يعني هل أمريكا دولة مسيحية؟ هل مصر دولة إسلامية؟ المحور هل الهند دولة هندوسية؟ الدولة الوحيدة التي تدعي تجمع بين الثيوب. المحور بدل على ازدياد أو قوة حماس في الشارع الفلسطيني. هل إسرائيل فعلا معنية بكون دولة واحدة لشعبين؟ هل معنية أنه تنطلق كل الفلسطينية هوية زرع إسرائيلية؟ طبعا لا. إسرائيل هل ستقبل بهذا؟ إذا قلت هذا الحكي حتى بالشارع ترفض. إسرائيل تمد يدها للسلام لكل العالم وأيضا للشعب الفلسطيني يخلف عليه. لذلك الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من هذه الدولة. والله هذا كمان من ناحية ديموغرافية نحن دولة واحدة. بس إذا كانت دولة لشعبين بس كيف إسرائيل بتمد إيد تحت علم واحد؟ كيف إسرائيل بتمد إيد المساعدة للفلسطينية؟ نعم. كيف إسرائيل بتمد إيد المساعدة للفلسطينية؟ طبعا في المفاوضات عمليا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والعالم جميعا بمد يد العون للسلطة الفلسطينية وبيعطيهم كثير أموال عشان تقييم هذه السلطة الفلسطينية. إسرائيل كانت تهدد بأنه توقف بعث الأموال اللي هني من حق لأنه صار في طابع جديد وفي أشياء جديدة عم بتصير، تحركات سياسية، اندماج حماس وفتح في آن واحد. هذا شيء عمليا أنت بتعرفه جيد جدا إنه هذا شيء خاطئ جدا، وهذا عمليا هي مسرحية زي ما سبق وحكيت في هذا البرنامج، مسرحية على الشعب الفلسطيني المسكين، وهذا مسرحية قد تبث وبثت على مسرح الشرق الأوسطي. هي لا تخدم المصلحة العامة للشعب الفلسطيني ولا للشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني جوعان بده خبز بده يأكل. من أدى إلى جوع الشعب الفلسطيني؟ أيوة إسأل هذا من السؤال. من أدى إلى جوع الاحتلال؟ السؤال الاحتلال الحصار. السلطة الفلسطينية الحصار. أبو مازن. أبو مازن مش محاصر غزة. أبو مازن رجل أعمال وكل فئة حماس وفتح أخذوا أموال السلطة الفلسطينية بأجيابهم وفتحوا أبو مازن مش محاصر غزة. أبو مازن مش عامل حواجز حتى حد بيت لحم وحد طول كرم. أبو مازن مش دولة. أبو مازن مش عامل شو له محاصر غزة. أبو مازن في الأول. أبو مازن رئيس سلطة فلسطينية وبفاوض. أبو مازن لم يعيق قضية الأسطور الحرية الذي يدخل إلى غزة. يمكن السؤال الأهم طلع على الولايات المتحدة عشان بأخذ عمليا رأي العالمي عشان تكون دولة فلسطين. السؤال الأهم من هيك قايس، أنت بتشوف إسرائيل والفلسطينية بنفس الموازين؟ يعني بتشوفهم بنفس القوة؟ طبعا إسرائيل هي دولة ديمقراطية. هل مستقلة. هل فلسطين هي دولة؟ وحتى الآن الشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من هذه الدولة. حتى إسكيم أوسلو لما تمت الاتفاقية بين السلطة الفلسطينية عمليا لما صارت سلطة فلسطينية كان مواطنين الجماعة كانوا تحت احتلال هوية برتقالية. لو نعمل اليوم استفتاء أخي العزيز، لو نعمل اليوم استفتاء في الشارع الفلسطيني هأثبت لك 85% من الشعب الفلسطيني يريد الرجوع إلى الماما إسرائيل. اعمل ورجع لي.
اعمل الافتتاح وتعند البرنامج اتجاه البرنامج مش مهيئ نفسك، فيش عندك سؤالات. الشارع الفلسطيني اليوم في نسبة 85% من الشارع الفلسطيني عشان علشان تعرف وأكد لك الشارع الفلسطيني اليوم لجوان ما في استفتاء. عملت استفتاء؟ إذا كيف تحكم؟ في بحث بالوهم، في بحث علمي. لماذا؟ أنت تحكي بالأوهام يا أخي. إذا كان هذا صحيح، لماذا؟ ليش الشعب الفلسطيني بده يعيش تحت إسرائيل، تحت دولة إسرائيل؟ لماذا؟ لأنه هل يوجد فرق بين العيش بإسرائيل والعيش بالضفة؟ في مثل التجربة هي أكبر برهان. فالبرهان والتجربة إحنا تحكينا عنها، والبرهان عمليا الشعب الفلسطيني وصل لمرحلة إنه بطل في عنده أمان بينه وبين رجال السياسة اللي هني كمان حماس وكمان فتح. في أمام مستوطن، في أمام إسرائيل، يعني هني بأمنوا لجل هيك الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الداخل، الشعب الفلسطيني بالداخل اليوم بيبكي وبعيط بده يرجع لدولة إسرائيل. مين حكى لك الحكي يا زلمة؟ هذا الشارع الفلسطيني. أنت سمعت الشارع؟ هذا بحث علمي. نبض الشارع. إنه بحث علمي. سامي لحظة شوي. ليش؟ إنه جربوا السلطة الفلسطينية. فمن خلال تجربتهم مع الإدارة السلطة الفلسطينية ومع الوزراء ورئيس الوزراء تم إنه عمليا الشعب الفلسطيني كل ما بيه برجع لورا، مش بتقدم لورا. الشعب الفلسطيني بغزة كلياته بده يكون تحت إطار إسرائيل. أنا بحكي ككل، بحكي في الضفة الغربية وبحكي كمان في نسبة لغزة. بدك جوابي؟ هذا هراء. إذن في حيل إنه سامي بيقول إنه لا يوجد حق لإسرائيل هنا تتخوف فعلا من فوز حماس، ومش بس هيك، أنه إسرائيل بالعكس من مصلحتها أنه حماس تفوز عشان يكون هذا ذريعة لأنه في جسم ضد إسرائيل وبهيك تكمل احتلالها. قيس عم بيقول أنه هاي لإسرائيل في لازم يكون في تخوف كبير من وجود حماس، وإذا بتأخذ حماس الانتخابات في الضفة الغربية وبزيد بتزيد قوتها. بالإضافة قيس بيقول أنه في بحث بيقول 85% من الفلسطينية بدهن يعيشوا تحت إطار إسرائيلي، في حين سامي بيقول إنه هذا هراء. بهيك انتهى المحور، ننتقل للمحور التالي. محورنا الأخير لليوم، ازدياد قوة حماس في الضفة سيشكل خطر على قيام الدولة الفلسطينية، ضد أو مع؟ قيس بتقول؟ طبعا أنا ضد، لأنه ازدياد قوة حماس في الشارع الفلسطيني من خلال ما بعد الانتخابات اللي بيحكوا عنها في الشارع الفلسطيني إما في غزة أو في الضفة الغربية، هذا بشكل خطر جدا على قيام الدولة. نعم، بشكل خطر جدا على قيام الدولة الفلسطينية المستقبل. أستاذ سامي، يعني قيام الدولة الفلسطينية لا يتعلق بقوة حماس أو ضعفها، إنه يتعلق فقط بالجانب الإسرائيلي والجانب المحتل الذي يحتل، والجانب اللي يعني لذلك لا يوجد علاقة أبدا. ولكن وكما قلت سابقا، يعني إذا بتطلع على المجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي كمان بتطلع على حماس كيف موجود بالإعلام اليوم. ما هو المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي هو لعبة في يد أمريكا تدعم إسرائيل دعما متناهيا، ورغم أنه يعني وتتمادى في هذا الدعم إلى حد غير محدود. ولكن ممكن يعني ان يكون موجود ضغط دولي، ضغط اذا حماس اخذت الانتخابات بانه ضغط دولي انه ما يكونش في قيام للدوله الفلسطينيه. يعني هل بوجود عرفات او محمود عباس الضغط الدولي ادى الى قيام دوله فلسطينيه؟ اذا فقط في تغييرات شرق اوسطيه عربيه وتغييرات في موازين القوى العالميه تستطيع يمكن ان تقوم دوله فلسطينيه. في الأمد المنظور للأسف الشديد والألم الشديد بالأمد المنظور لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية في ظل قرار إسرائيلي مبني بأعلى الأجهزة والأربطة تتفق عليه جميع الحكومات، أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدا إلا في تغيير في الموازين القوى العربية الشرق الأوسطية والعالمية. وممكن انه يصير هاي الموازين سواء كان حماس او فتح ليس لذلك علاقه. يعني انت عم بتقول الموازين اذا تغيرت بالعالم العربي ممكن انه تاثر بحكي على حرب شامله في الشرق الاوسط حتى تعطي موازين جواب اختلاف تعبيتك على حرب في الشرق الاوسط حتى لا تدخل تاثير على اسرائيل. الكلمات لا اقولها، ما معنى الموازين اللي عم تحكي عنها؟ يعني اليوم مثلا هنالك قوه مهيمنه وحيده القرن وهي امريكا في العالم. في الماضي كان هناك توازن بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يوجد اليوم كانت أنظمة موالية لأمريكا وبالتالي لإسرائيل. اليوم في ثورات عربية يمكن أن تختلف الموازين،
في القيادات العربية في العالم العربي في الأنظمة موازين أخرى عالمية تختلف، وهذا يمكن أن يشكل ضغط حقيقي على إسرائيل مستقبلا أن يعني ستعترف. هل فوز حماس يساهم في الضفة الغربية يساهم في يعني زيادة الضغط هذا لقيام دولة فلسطينية؟ أنا أعتقد ليس علاقة بين من يفوز بالانتخابات، هو قرار إسرائيلي مدعوم بقرار أمريكي. ولكن حاليا أنت بتقول إنه موازين القوى إذا بتخلف بالشرق الأوسط ممكن يأثر على تؤدي هل فوز حماس أو لا ممكن يأثر على هاي الموازين؟ لا أشك إنه فوز حماس سيؤثر على هذه الموازين لأن ليس ذلك علاقة مباشرة. يعني يجب أن يكون موقف عربي جديد ومختلف، ربما في ظل الربيع العربي سيكون مستقبل عربي جديد أكثر قوة. يعني أنا لا يعني كإنسان علماني أعتقد إنه الدم السياسة ارتباط السياسة بالدين وليس حلا جيدا للمجتمعات أي كانت في العالم. أنا أؤمن بفصل الدين عن الدولة. هل يوجد وجود لقيام دولة فلسطينية بدون موافقة إسرائيل؟ طبعا لا، طبعا لا. إسرائيل لازم تفاوض الطرف الآخر حتى يصلوا إلى حل، لازم يكون مفاوضات بين طرفين. في حين قيس عم بقول إنه ازدياد قوة حماس بالضفة رح يشكل خطر فعلا على قيام الدولة الفلسطينية، وهو بوافق إسامة إنه لن تقوم دولة فلسطينية بدون موافقة إسرائيل بذلك، ومع ذلك بتضيف سامي بتقول انه الحل الثاني او اللي ممكن يسبب بقيام دولة فلسطينية هو تغيير موازين القوى بالشرق الاوسط. بهيك انتهت حلقتنا، بنلتقي فيكم بالحلقة الجاي من ضد او ما.